يعطيكم الصحة والعافية، معاكم محمد بوركي. مثل ما وعدتكم بالفيديو لما سويت ريفيو على النكسس 6 ان راح اسوي لكم فيديو راح اتعمق اكثر بالنظام التشغيلي مال اندرويد لولي بوب. جوجل شرت نظام اندرويد من اندرويد، فاندي روبن هو اللي كان قاعد يشتغل على نظام اندرويد وباعه على جوجل وتم مع جوجل فترة معينة والحين طلع من جوجل. لو نلاحظ اول تليفون اصلا نزل عليه نظام اندرويد كان ال HTC G1، هذا اول تليفون عليه نظام اندرويد هو ال G1، هو كان اول تليفون ينزل عليه نظام اندرويد. كان حق تي موبل، تقدر تاخذه طبعا انت انلوكت بذاك الوقت. الحين طبعا يعني خلاص ما ظنيت احد راح يقدر يحصل هالتليفون بالذات اذا تبيه جديد. وهذا هو شركه اتش تي سي هي اللي صنعت هالجهاز. كان هذا اول تليفون يدعم جوجل او اندرويد، وكان فول كيبورد تستخدمه مع الفول كيبورد، وطبعا في تاتش، بس هذا كان اول تليفون يشتغل عليه نظام اندرويد. بسنة 2008 نزل هالجهاز. على سنة 2009 شفنا، على آخر سنة 2009 شفنا الـ HTC اللي راويتكم إياه آخر مرة، هو النكسس 1. هو أول تليفون بالعالم ينزل عليه أندرويد خام، أو بالأحرى بذاك الوقت ما كان في أندرويد خام وكاستم سكين، كان أندرويد هو واحد موحد. ما كان في الكوزمتكس اللي الحين قاعد نشوفها، الشغلات اللي شركات قاعد تنزلها كنظام تشغيلي فوق النظام التشغيلي مال اندرويد. فاندرويد بذاك الوقت كان كله خام تقريبا، تقدرون تقول ان اندرويد بكل اشكاله كان خام. فلما نزل النكسس 1 هني بلشت جوجل تبين ان خلاص هي راح تنزل اجهزه كل سنه، واحد من الشركات اللي اوريدي موجوده بالسوق، وتاخذ تليفون اصلا اوريدي موجود وتعدل عليه، او ان هي تنزل التليفون بعدين هم ياخذون الشركه ويعدلون عليه. على سبيل المثال تليفون النكسس 1 من شركه اتش تي سي هو نفس الشاصي مال الديزاير، اول تليفون من اتش تي سي ديزاير هو نفسه مال النكسس 1. فروقات وايد وايد بسيطه، حجم الشاشه نفس الشكل تقريبا، شالوا الكره اللي محطوطه بالنص حطوا هم تراك باد، وخلوا الدقم تكون موجوده بدل يكون كاباسيتيف تاتش باتن موجودين تحت. بعدين النكسس اس اللي سوته سامسونج هو نفس الشاصي مال سامسونج جالكسي اس، والجالكسي اس 2 هو نفس الشاصي مال الجالكسي نكسس، بس الجالكسي نكسس كانت شاشته اكبر، بس الانترنال سبيكس كانت يعني صراحه كان هو وايد وايد احسن منه. يعني جالكسي نكسس كان وايد وايد احسن من الجالكسي اس 2، بس هو كان الديزاين كونسبت او اللانجوج او شغلات معينه قاعد ياخذونها من الجالكسي اس 2 عشان يحطونها بالجالكسي نكسس. وبعدين ال جي نكسس 4 هو نفسه مال ال جي جي اوبتيمس، والال جي نكسس 5 هو هم تقريبا نفس البيس الشاصي مال ال جي جي 2. والحين شفنا النكسس 6 هو طبعا نفس الشاصي مال موتورولا موتو اكس اصدار الثانيه 2014. فهم كلها ياخذون تليفونات تكون اوريدي موجوده يعدلون عليها، او هم يسوون تليفون وشركه تاخذه وتعدل عليه وتسوي لها هي تليفونها الفلاج شيب اللي ينزل بالسنه اللي ينزل فيها الجهاز. فهذا النظام او سياسه النكسس. خلينا نتكلم الحين عن اندرويد نفسه. اندرويد ناس وايد تدري بهالشيء، يمكن ناس وايد ما تدري بهالشيء، ان هم يسمون النظام التشغيلي مالهم طبعا في ارقام نفس الاي او اس، بس بنفس الوقت النظام التشغيلي مالهم على اسامي حلوى او الديزرتس اللي ياكل، يعني الديزرتس حلوى شغلات الحلو، شغلات الحلو اللي انت تاكلها. فاول نظام نزل او اول ما بلش النظام كان الفا هو حرف الاي، بس بنفس الوقت كان في له اسم استرو، في اكل حلو اسمه استرو. وبعدين حرف البي بيتا، وهم في كان حلو بنفس الوقت حقه اسمه بندر. فهم بلشوا بالالفا والبيتا او استرو وبندر، بعدين نزلوا ببليك. اول اصدار كان هو بحرف السي عاده تبلش، هو الكب كيك، هذا اللي كان اول واحد نازل على تليفونات اندرويد قبل، كان هو اول اصدار كب كيك. عقب كب كيك لما سووا ابديت صار دونت اي بي سي دي، دونت بعدين اي بي سي دي اي اكلير، بعدين F فرويو، G جينجربريد، H هونيكوم، I آيس كريم ساندويتش، J جيلي بين، K كيت كات، و L لولي بوب. حرف الام ما يندرى، يمكن يسمونه M&M's، يمكن يسمونه ماكرون، يمكن يسمونه ما ادري وايد مادلينز، ما يندرى شنو يمكن يسمونه، في وايد ديزرتس تبلش بحرف الام. فلما الاصدار الجديد حق اندرويد راح نعرف شنو راح يسمونه، بس هم كلهم يتبعون هالسياسه هذه، فما يكون انه بس رقم. بعدين الارقام يعني تعطيك انكريمنت سنه، شغلات الابديت ممكن تصير تكون وايد جذريه. على سبيل المثال لما سوى ابديت من هونيكوم حق التابلتس، ومن جينجربريد حق التليفونات، لايس كريم ساندويتش حق التليفونات والتابلتس، النظام التشغيلي صار الرقم 4.0.
لما دشوا ب 4.0 كان هو في ايس كريم ساندويتش جلبين وكيت كات، يعني هالثلاث اصدارات كلها تبلش برقم 4، معناته ان الاصدارات هذه مو اوفرهول، يعني معناته ان النظام التشغيلي ما تغير بالكامل، يعني شغلات الجذريه للحين مثل ما هي، بس تغير شغلات ميجر بوغ فيكسز مع شغلات يزيدوا لك اياها كفيتشرز او كوزماتكس حق النظام التشغيلي يعدل لك عليه. فلو نشوف احنا الطمره ما بين الجليبي او مو الجليبين من ايس كريم ساندويتش الجالكسي نكسس لين نكسس 5 كلهم الاصدار التشغيل اللي يكون عليه يبلش برقم 4، من ايس كريم ساندويتش اللي بلش بجالكسي نكسس لين نكسس 5 كيت كات من 4.0 ل 4.4. ف هذه الاصدارات كانت مو وايد كبيره من ناحيه ان هي تغير الواجهه مالت الجهاز او الشغلات الجذريه اللي تكون هي موجوده فيه. اندرويد لوليبوب هو الاصدار الخامس، وحين اخر ابديت نزل هو 5.0.1، وهذا اللي انا راح اتكلم فيه ان شاء الله عن هالفيديو. وقلت بدال انا بس اني اتكلم عن النظام او اني اقول شغلات عن النظام، بنفس الوقت اراويكم البرامج اللي انا استعملها، شنو اللي موجود على تليفوني، شنو البرامج اللي انا استخدمها، لان وايد ناس قاعد تسالني لما احط صور تليفوناتي شنو هالوجت او شنو هالرزنامه، بالذات الرزنامه راح اتكلم عنها الحين. فراح اتكلم عن مو بس النظام التشغيلي، راح اتكلم عن البرامج اللي انا استخدمها شخصيا على تليفوني، وحاليا تليفوني اللي قاعد استخدمه يوميا هو النكسس 6 وحابة التليفون وايد وايد حلو، هذا اللي راح اسويه. فبهالفيديو هذا ان شاء الله راح اتكلم عن نظام التشغيلي اندرويد لولي بوب بالطريقه الممله على قولتهم، وراح اتكلم عن شنو البرامج اللي انا حاطها بالتليفون عندي وشنو الشغلات الجذريه اللي تغيرت بالنظام. فخلينا نشوف شنو نقدر. اوكي، فانا يعني تليفوناتي وايد وايد اسوي هالشيء، ان احب استخدم الوول بيبر اللي يا يكون ستوك مال الجهاز او اني استخدم وول بيبر شبيه للستوك. فاندرويد لولي بوب وايد تكلموا عن النظام التشغيلي انه يكون يعني الماتيريال ديزاين مال اللولي بوب، انه شلون هم غيروا الواجهه، صارت بدال السواد اللي كانت يعني بدال السواد اللي كان موجود قبل على الهولو افكت اللي كان موجود على اصدار ايس كريم ساندويتش، وصل لاندرويد كيت كات شالو صار الحين ماتيريال ديزاين. فقاعد يسوي لك انه الوول بيبرز مثلا ديفولت وول بيبرز يكونون ليفلات، فانا احب احط يعني شغلات مثل هالنوع، بس بالاحرى هني انا بهالفيديو حاط الديفولت وول بيبر مال الجهاز. بالهوم سكرين مال التليفون طبعا هو اندرويد طول عمره اللي ميزه صراحه ان هم يسوون الهوم سكرينز انك انت تقدر تحط شيء اسمه ويدجتس. انا عندي هني ويدجت واحد هو الزو او الزوبر برو، شريته من الجوجل بلاي ستور، راح اراويكم شلون تستخدمونه وكل شيء، لان ناس وايد قاعد تسالني بالذات عن هالشريط هذا مال التاريخ، انه وايد وايد حلو صراحه، انا وايد احبه، وكل تليفونات اللي استخدمها لما اسوي عليها ريفيو استخدم هالوجت. من ناحيه الشورت كاتس اللي انا استخدمهم مثل ما انتم شايفين عندي الاساسيات هي الكول واند، طبعا الفون والمسجز ماسنجر، هذا طبعا نزل يعني برنامج جديد، قبل كنت استخدم هانج اوتس الحين كنت استخدم المسجز، سويت فصل ما بين المسجز والهانج اوتس، يعني احس انه كذي وايد احسن. والشغله الثانيه اللي انا استخدمها بعد هي الكروم وايد والجوجل كاميرا طبعا. من ناحيه الشورت كاتس عندي هنا شورت كاتس مال جوجل، هذه البرامج اللي انا استخدمها من جوجل بلاي ستور طبعا، الجيميل ايميلاتي كلها ايا كانت كلها بنفس المكان. وايد استخدم كيب، كيب طبعا هو البرنامج اللي انت تقدر تستخدمه حق النوتات، يعني انا وايد استخدم كنت الايفر نوت، برنامج ايفر نوت، لان كنت اقدر اشيل معلوماتي من الويندوز فون للاي او اس للنكسس او سوري للاندرويد، بس الحين كنت اعتمد اكثر على كيب. من ناحيه كيب اقدر طبعا هالشغله كانت موجوده بايفر نوت، بس انا استانست على كيب لان هي جوجل سيرفيس بالنهايه وتشتغل بشكل وايد وايد حلو على نظام اندرويد. الشغله الثانيه اللي استخدمها هي استوديو مالت يوتيوب، طبعا هي ما تنزل حق البلاي ستور مال الدول العربيه، تنزل حق البلاي ستور مال الدول الاجنبيه، فلازم تسوي لها سايد لود اي بي كي. يوتيوب عشان اطمن عليكم. مابس اعتمد عليه وايد، جوجل درايف هو الكلاود اللي انا استخدم عليه كل شيء، هانج اوتس مثل ما قلت لكم كنت استخدمه قبل حق الاس ام اس، بس الحين قاعد استخدمه، ناس وايد قاعد تتواصل معي عن طريق هانج اوتس، لما تحط الايميل مالي تقدر تصيدني هناك بهانج اوتس، فقاعد احطه لانه قاعد ارد على الناس. وترانزليت، جوجل ترانزليت اكثر شيء استخدمه بالسفر، يدعم الفويس ويدعم اللغة اليابانية، وايد استانس عليها كيف عليه، وطبعا تحصله انت حتى بجوجل ناو، فوايد وايد زين. هذا طبعا من ناحية الشورت كاتس مالت جوجل. عندي شورت كات ثاني هو السوشيال، هنا انا عندي طبعا الشغلات اللي استخدمها علشان اتواصل بالتواصل الاجتماعي، عندي واتساب ما نستغني عنه، عندنا انستغرام، تويتر استخدم انا الديفولت ابلكيشن مال تويتر، في طبعا اي بي كيز وايد استانست عليهم، منهم تالون، تالون تقدر تشتريها موجود بالجوجل بلاي ستور، وفي تويكا
وفي تويت بات وفي اوبر سوشيال او اوبر تويتر بعد هم وايد زين. بس ارد انا استخدم الديفولت تويتر ابلكيشن ما يعطيني نوتيفيكيشن اول باول، لازم انا ادش واسوي ريفرش عشان اقدر اشوف شنو واصلني من ناحيه تويتر. بس خوش برنامج. عندنا طبعا جوجل بلس هم ما نستغني عنه، في سناب شات. لحين ما فكرت ان انا اخلي السناب شات مالي اني اصور فيه فيديوهات وكذي، حاطه عشان اطمش بالاحرى. وعندنا طبعا اللي ما نستغنى عنه بعد الاكس دي اي ديفلوبرز. انا من يعني محبين حق هالفورم، وايد ادخله، وايد شغلات يعني تتعلمون من اكس دي اي، وايد عندهم مطورين وايد وايد مخهم نظيف ما شاء الله، وانصح فيهم الصراحه. وبس ما عندي صفحه زايده، ما عندي ويدجتس اكثر من كذي. والوجت اللي انا حاطه مثل ما قلت لكم مسوي شورت كت، اذا ضغط عليه يعطيني الساعه ويعطيني الالارم حق الدوام وحق صاله الفير، عسى الله يعني يتقبل منه ومنكم يا رب. وبعدين عندنا السوايب هنا، ندخل طبعا حق جوجل ناو. جوجل ناو انا وايد اعتمد عليه اعتماد كلي، يعطيك هنا طبعا هو كل الشغلات اللي انت تهمك، اذا انت تسوي سيرش حق شغلات معينه يعطيك اياها، ويعطيك الشغلات اللي هي يعني بليسز نير باي، الشغلات اللي يمك اللي انت ممكن تروح لها، ويعطيك طبعا الشغلات اللي انت او تروح لهم اكثر شيء، يعني الدوام، اذا عندك انت جامعه او عندك كليه او عندك ديوانيه تروح ترد عليها وايد، زواره اهل شغله، فتلقاها هناك تكون موجوده. وسبحان الله يعني جوجل، يعني جوجل طور وايد على جوجل ناو. صار لما انت اصلا حتى تروح حق شغلات معينه متكرره بوقت معين جوجل قام يحفظ، فصار انه هو من يجي الوقت انك انت تبي تروح يعطيك بالضبط ايش كثر وقت يبي لك عشان توصل مع الكرنت ترافيك سيتويشن الموجود حاليا بالشارع، ويعطيك الوقت متى انت تقدر توصل، واي طريق تاخذ واي طريق ما تاخذ. هذه كلها الشغلات انت تقدر تستفيد منها لما انت تسوي انيبل حق شغله اسمها اللوكيشن سيتنجز. فاذا انت سويت انيبل حق اللوكيشن سيتنج تقدر تحصل هالشغلات الطيبه هذه. فهذا انا عندي الهوم سكرين مالتي وايد وايد سمبل، ما عندي شغلات يعني اضافيه يمكن ما احتاجها، مثل ما تشوفون عندي اياها وايد وايد بيسك سمبل، صفحه واحده فيها الشورت كتس اللي احتاجهم، ويدجت ما استغني عنه، وعندي جوجل ناو اللي طبعا يطلع لي كل شيء ثاني انا احتاجه. من ناحيه البرامج اللي انا استخدمها بلاوي، فخندش المنيو ونشوف. عندنا هني الادسنس استخدمه لينكت مع ماي يوتيوب اكاونت، وعندي امازون وايد ادخل امازون، وايد اشتري شغلات من امازون. عندي الاندرويد وير عشان اشبكه مع ساعتي، خلينا نشوف ساعتي، خلينا نشغل ساعتي كاهي استخدمت، فشابك انا اندرويد وير مع ساعتي تحتاج انت عشان تستخدمها. وعندي اندرويد فاي اللي احطه انا صراحه استخدمه عشان سويت شخصيه واحده تشبهني، بعدين خليته لان كنت استخدمه كوول بيبر، وول بيبر ماله وايد حلو. خلينا نرجع مع بعض غير الوول بيبر على السريع، نحط الاندرويد فاي ونطق set as wallpaper، تغير الحين يعطيك random android robots يطلعوا لك وايد وايد حلوه، تترس الشاشه وسطل live wallpaper، بس وايد وايد سطل ما تستهلك وايد من البطاريه وحلوه، تتغير الالوان بين فتره والثانيه وسلامتكم. كالحين شفتون تغيرت مره ثانيه، فانا استخدمها اكثر شيء يمكن حق الwallpaper. Angry Birds هي لعبتي المفضله على اي تليفون، اي تليفون على الاطلاق، انا وايد وايد استانس على Angry Birds، هاي لعبتي المفضلة. فعندي بعدين كابنت، كابنت هو الفايل مانجر مالي. طبعا كابنت يستخدم الديزاين مال الماتيريال ديزاين اللي نازل الحين على اندرويد لوليبوب، وايد حلو وايد ساتل، يعطيك كل الانفورميشن اللي انت تحتاجها كفايل مانجر، يعطيك كوبي بيست، يعطيك انزيبنج، يعطيك رار، ويعطيك زيبنج بعد بنفس الوقت. كالكوليتر ديفولت ابلكيشن، كالندر ديفولت ابلكيشن، جوجل كاميرا ديفولت، كروم ديفولت، كروم كاست عشان اشبك على الكروم كاست مالي. انا وايد استخدم الكروم كاست من ناحيه اذا انا بسوي تذرنج او انه بسوي بودكاست، سكرين كاست حق اللي موجود بتليفوني على التلفزيون، بس لازم نشبك احنا الاثنين على نفس النتورك، وايد وايد حلوه. حتى الحين فكرت ان انا احط مكان بدل استخدم يعني مثلا كمبيوتر او شيء، اذا انت بس تبي تعرض شغلات من تليفونك وايد وايد يعني عمليه صراحه الكروم كاست. فهذا البرنامج انت تحتاجه علشان تستخدم كروم كاست. عقبه عندك الكلوك هذا ديفولت، بعدين عندي كلاود ماجيك. كلاود ماجيك هو برنامج يعطيك ايميل كلاينت، انا استخدمه حق ايميلات يعني مثلا ايميل للدوام اقدر اضيفه عليه، ايميل للكليه اذا عندك انت جامعه او عندك شغله تبي تضيف الايميلات مالك تقدر تضيفهم هني. وبعدين كل ما تبدل جهازك، كل ما تشتري لك جهاز جديد او تفكر انك انت تبدل جهازك، بس تنزل ابلكيشن مال كلاود ماجيك
وتحط الكريدنشلز مالوتك الكلمه السريه مالتك مع اليوزر نيم مالك، وهو بروح ينزل تلقائي السيتنجز مالوتك مالوت الايميل مالوت اي مكان انت قاعد تشتغل فيه او المكان اللي انت قاعد داوم فيه. فوايد وايد مريح الصراحه من هالناحيه، ان انت ما لازم يعني بالذات حق شخص نفسي انا اذا كل يوم والثاني بتودي تليفونك اسهل لك انك انت تنزل كلاود ماجيك وتحط مره واحده وخلاص تمشي. بعدين عندنا كونكت. كونكت هو البرنامج اللي انت تستخدمه علشان اذا تبي تغير مثلا شغلات اللي موجوده على الساعه مالتك الموتو 360 بالذات، نقدر هني ندش نقدر نغير الفيسز مالت الكلوك. اقدر يعني على قولتهم خلينا نشوف الحين مثلا انا قاعد استخدم هالفيس، اقدر اخلي هو لونه اسود الحين والعقرب لونه ازرق، اقدر اخلي العقرب لونه اصفر. اذا طقيت ابديت خلينا نشوف ساعتي صار العقرب لونه اصفر. خلينا نبدا ازرق، لا انا استانس على اللون الازرق. الحين طق ابديت رد مره ثانيه صار لون ازرق. فاي شغلات حلوه تونس. فهذا الكونكت حق الساعه ويعطيك اللوكيشن مالك انت وينك والتليفون وين فيه. بعدين عندنا كونتاكت هو ديفولت ابلكيشن. عندنا اكس اي هو كرنسي، هذا انا استخدمه عشان احول العملات، وايد وايد حلو يعطيك ابديت اول باول. عندي بعدين دوكس من جوجل اذا تبي تعرض اي شيء ريليتد حق دوكيومنتس، اذا عندك انت مستندات او شيء تقدر تعرضه فيه. وعندي بعدين داونلودز ديفولت، درايف مثل ما شرحت عنكم عنه بالهوم سكرين، جوجل ايرث، اي باي وايد استخدم اي باي، وايد اعتمد على اي باي، وايد شغلات تتحصلها باي باي ما تحصلها بامازون والعكس صحيح. بعدين عندنا فيسر. فيسر هو برنامج انت تقدر تستخدمه اذا عندك ساعه الموتورولا 360 او اي اندرويد وير سمارت واتش، انك انت تنزل واتش فيسز الوجه اللي يكون حق الساعه يكون مختلف عن الموجود اوريدي باي ديفولت على التليفون. فانت تقدر تستخدم شغلات ثانيه موجوده من مواقع ثانيه فتستخدم فيسر عشان هو يسوي لود عليها. بعدين عندي فانسي. فانسي وايد وايد حلو، اشتري منه اشياء مرات. طريقته حلوه يعني لو بدخل فانسي الحين قدامكم هذا الاكونت مالي مال فانسي. مو ناس معينين تقدر تسوي فولو حق ناس معينين، بس هم فانسي نفسهم يطلعوا لك الشغلات اللي يعني مثل كهذا كنا ببغى او بيبي متو بس انه يبطل باتل اوبنر، بطل البيبسي ما بيبسي، هذه ابجوره. يعطيك شغلات وايد وايد حلوه، ستيكر حق كمبيوتر، يعطيك وايد شغلات حلوه. وتقدر تشتري من الابلكيشن نفسه، يعني اذا في شيء عاجبك مثلا حاط لك سعره على سبيل المثال هذا سوار سعره ب 10 دولارات تضغط تشتريه يوصل لك حق الميل بوكس مالك تشحنه. فانا وايد وايد الصراحه استانس على فانسي، في عندهم شغلات وايد حلوه. بعدين عندنا هنا جوجل فيت يحسب لك الخطوات مالوتك، واذا انت كنت وايد رياضي تقدر تشبكه طبعا على الاندرويد وير او الساعه. الصفحه الثانيه هنا عندنا فريلانسر. فريلانسر جزاه الله خير دلاني عليه نواف السويد. اذا تحتاجون ان انتم تسوون شيء معين وما تعرفون تستخدمون برامج معينه، او اذا تبون احد يسوي لكم شيء معين، ادخل freelancer.com راح تحصل وايد شغلات. يمكن ناس تطور على برامجك او ناس تسوي لك وايد اشياء، وايد وايد اشياء. بس انا ما ابي اقول لكم ليش دشيت فريلانسر، بعدين راح تعرفون ليش، ما ابي اقول. المهم نكمل. عندي هني الجاليري اي بي كي. طبعا الجاليري جوجل شالت الجاليري اي بي كي من تليفوناتها باي ديفولت. اذا انت الحين شغلت تليفون نكسس ما راح تحصل اي بي كي حق الجاليري، سووا هالشغله من كيت كات. بس انا من الناس اللي للحين استخدم الجاليري، صاروا خلونك تعتمد على ابلكيشن اسمه فوتوز راح اتكلم عنه الحين. بس هما واحدة من الشغلات اللي خلوك تستخدمها غصبا عليك هي فوتوز علشان انت تسوي مانجمنت حق الصور مالوتك. اذا انت من الناس اللي نفسي للحين تحتاج ان انت تفلتر او تسوي فولدرات ما لازم تكون موجودة بالكلاود، موجودة على الديفايس نفسه، استخدم جاليري، جاليري اي بي كي. دور عليه بجوجل بس سوي له سايد لوت ونزل على الجهاز. الجاليري اي بي كي انا ما استغني عنه صراحة للحين احتاجه، وهذا الديفولت جاليري اي بي كي مال كيت كات اخر مره هم طبعا سووا له دعم. بعدين عندنا الجيميل، عندنا جوجلز. جوجل جوجلز اللي ونس فيه انه هو يشغل كاميرتك وتقدر انت تحط يعني الكاميرا توجهها على شغلات معينه وهو بروح يسوي لك سيرش على الشغله اللي انت حطيت عليها. على سبيل المثال اذا لقيت بوستر مالت فيلم تبي تعرف الفيلم متى نزل والفيلم عن شنو او شنو الريفيو مال الفيلم، شغل جوجل جوجلز حطه على الفيلم راح هو بروحه يعطيك المعلومات، بس لما انت توجه الكاميرا على الصوره. شيء خيال صراحه بالسفر انا ما استغني عنه. بعدين عندنا جوجل هو جوجل ناو، جوجل سيتنجز عشان انت تسوي سيتنجز حق الشغلات اللي انت شابك الجوجل ناو اكاونت مالك عليه، جوجل بلس، هانج اوتس تكلمنا عنه، ايكوت هذه لعبه ثانيه يعطيهم الصحه والعافيه شباب ديوانية لابز قاهم الله يعني ربعي صراحه من عمر الدنيا ورابي وياهم
وخوش شغلات يعني اي كوت اقل ما فيها واحد يسوي لهم سبورت انها نزلها على التليفون. بعدين عندنا اي ام دي بي حق الافلام المسلسلات خراب. بعدين عندنا انبوكس هذا من جيميل. وايد وايد حلو انك انت ترتب الفولدرات مالوتك والانفورميشن اللي تيك بالايميل ترتبها مكان واحد بالانبوكس. انستغرام ما يبيله. بعدين انستا شوت هذا انا استخدمه عشان اسوي كروبينج حق الصور اذا كانت ما تعدل حق انستغرام. بعدين كيب مره ثانيه. كيف اتش بيت تمويل براود حسابي بيت تمويل. وبعدين عندنا لينكدين عندي. بعدين مابس ماسنجر مره ثانيه. ماي براير هذا برنامج المفضل حق الصلاه استخدم ماي براير حق الصلاه هو اكثر شيء. صراحه الفيتشرز اللي يعطيني اياها وايد حلوه. بعدين هو لا اندرويد وير ابلكيشن هم يركب على ساعتي اقدر اشغل اشوف اوقات الصلاه مالتي على الساعه عشان كذي يعني وايد وايد انا استانس على ماي براير او صلاتي برنامج صلاتي اكثر من كويت براير تايمز. فهذا البرنامج اللي انا استخدمه حق الصلاه طبعا يؤذن ويقيم الصلاه وكل شيء فهذا اللي استخدمه. بعدين عندي ابلكيشن مال البنك الوطني استخدمه مرات اذا انا بدفع بيلز معينين اونلاين فهو يعطيني هذا الاوبشن. وعندي بعدين جوجل نيوز اند ويذر. عندي باي بال ما يبيله باي بال هو اللي حاط فيه حسابي وكل شيء اللي اشتري منه بالنت. بعدين عندنا فون. وبعدين هذا فوتوز اللي قلت لكم عنه قبل شوي اللي هو بدال الجاليري. انا من الناس اللي يستخدم الكلاود وايد. شنو هي الكلاود؟ طبعا انت الحين صار بدل تخزن على ذاكره الجهاز ذاكره اللي مو يعني اكسترنال مايكرو اس دي كارد او الذاكره اللي تتنقل الاس دي كارد في شغله ثالثه هي الكلاود سيرفيسز ان انت تخزن شغلك بسيرفرات موجوده بالسحابه على قولتهم فما يحتاج انك انت تنقل معلوماتك او شيء بس تسوي ساين ان وتنزل شغلك كله. جوجل عندها طبعا السحاب هم نفس الشيء وتشتغل نفس طريقة الاي كلاود وتشتغل نفس طريقة الامازون كلاود تشتغل نفس طريقة وايد كلاود سيرفيسز موجودة. اللي انا يونسني بجوجل انه يعطونك هم من ناحية الصور unlimited space اذا انت تستخدم resolution الستاندرد اللي هو 1048 ب 2048 فانت قاعد تكلم لو انت عندك صورة resolution مالها 1920 ب 1080 اللي هو full HD وهو يعطيك اياها كستاندرد سايز عادي ياخذها. بس بالمقابل لما انت تصور صور resolution مالهم وايد كبير 3000 ب 4000 بيكسلز او 2000 ب 3000 بيكسل راح يو لوز كواليتي الجوده مال الصوره راح تقل بس بالمقابل تقدر تخزن انليمتد صور. اذا انت راح تستخدم الكلاود وتخليه انه ياخذ الصور بالفول كاباسيتي او الفول سايز مالهم راح يعطونك هم ببلاش 15 جيجا مجانا 15 جيجا. لما تتجاوز ال 15 جيجا ذيك الساعه راح تدفع فلوس يعطونك ذيك الساعه اب تو كنا الحين وصلوا 5 تيرا او 10 تيرا او 15 تيرا شيء كذي فما راح تقدر تصل حق هالاماونت. انا استخدم جوجل درايف حق كل شيء دوكيومنتس اخزن عليه دوكيومنتس مخزن عليه مستندات صوري على البيكاسا ووايد شغلات. يعني انا حاليا عندي يمكن على البيكاسا اكثر من 30,000 صورة وكل ما بدل تليفون موجودين كل ما ديش على كمبيوتر موجودين كل ما ديش على تابلت موجودين ما احتاج ان انا كل شوية اشيل من هنا واحط هنا واحط ذاكرة واحط الميموري كارد وشيل الميموري كارد وتضيع وتمسح وما اعرف ايش. فانا مخزن شغلي كله بالكلاود. بالمقابل ما ينزل شيء على التليفون فحتى الناس اللي تتخوف لا تصور وتمسح بعدين ترى اذا بعته يطلعون المحلات كلامكم صح. في محلات تقدر تطلع في هذه النظريه صحيحه 100% في كاش ميموري واحد ما يقدر يصيده في محلات تقدر تصيده تنزل لك سوفتويرز معينه عشان تطلع لك اياهم بالفورمات اللي هم كانوا عليه. بس عامه اذا انت كل شيء عندك بالكلاود سكيور سيف ما راح تحاتي. ناس وايد تقول لي بالنت شلون تحافظ عليهم ويمكن يطلعون صورك يقطع شبون فيني وصوري. انا احس يعني صدق يعني شبون فيني وصوري يعني هدوا الناس كلهم الحين يوي بيطلعون صوري يعني الله خير حافظ ان شاء الله. انت على قولتهم في سكيورتي في برايفسي في باسوردز في وايد شغلات تقدر انت تحطها ان شاء الله ما كل العافيه. فهذا اللي انا استخدمهم ككلاود سيرفيسز اكثر شيء. وهذا فوتوز هذا هو فوتوز يقدر تقدر انت تسوي ابديتات حق صورك وكل شيء من برنامج فوتوز. بعدين انا عندي بيكاسا تول البلاي جيمز هو طبعا بلت ان مع البلاي ميوزك مع البلاي نيو ستاند. استخدم انا اكثر شيء بينهم هو البلاي نيو ستاند هو هذا استخدمه علشان اقرا اخبار اللي تهمني عن التقنيه عن تليفونات عن كل شيء. فانا استخدم البلاي نيو ستاند حق هالامور هذه. بعدين البلاي ستور بوكيت وما ادراك ما بوكيت توني قاعد اتكلم عن الكلاود سيرفيسز وبوكيت واحده من افضل الكلاود سيرفيسز اللي انا استخدمها.
بدال لا اتكلم عنها خلي اراويكم دمو بسيط. الحين هذا باكيت راح يفتح حق شنو الشغلات اللي انا ابي اشوفها، اسوي لها add to my pocket علشان اقدر اقراها بعدين من اي تليفون ثاني او من اي كمبيوتر ثاني، بس انه احتاج اني اسوي sign in من pocket. فبوكيت بالضبط يستخدم cloud services نفس الوقت، انه اذا انا داش مثلا على كمبيوتري اللي في الدوام على سبيل المثال قاعد اقرا شغله بعدين ما قدرت اكمل هالشغله قاعد اقراها، فبس اطق add to my pocket اسوي sign in بالpocket واسوي add، بعدين لما ارجع البيت اسوي load my pocket ويطلع لي نفس المكان اللي انا كنت عليه بالكمبيوتر مالي بالدوام، اقدر اكمل وين انا وقفت عليه بالكمبيوتري مال البيت او من تليفوني او من تابلت مالي او من اي شيء. فانا وايد وايد استخدم pocket، وايد وايد حلو البرنامج وبلاش صراحه، فتقدرون تستخدمونه pocket. قرآن يعني رب لك الحمد، هذا البرنامج اللي أنا استخدمه حق القرآن. طبعا أنا استأنس على البرنامج هذا يمكن أكثر شيء لأن في فيتشر ما لقيته البرامج الثانية، إنه هو يعطيك النايت مود على سبيل المثال. يعني إذا أنت ليقرون سورة الكهف يوم الجمعة، إذا أنت تقرأ بالنهار مثلا تلقى هني شون البرنامج شغال يعطيك إياها كباكراوند لونه أبيض. نقدر نطق هني على السيتينجز نروح حق نايت مود وصار شاشة سوداء والكلام بالأبيض، وايد أخف على العين ما تعور العين، بالذات إذا شاشتك كانت أموليد أو سوبر أموليد يعطيك كونتراست وايد وايد حلو. ف وهم ما يستهلك وايد من البطارية، فأنت تقرأ والخط واضح والألوان ما تعور عينك. فعشان كذي أنا استأنس على هالبرنامج بالذات لما أي أقرأ القرآن على التليفون. عندي بعدين ريدت نيوز، هذا البرنامج اللي أنا استخدمه حق الريدت الموقع مع ريدت. بعدين عندي هني الريموت ديسكتوب. الريموت ديسكتوب طبعا هو البرنامج اللي أنا استخدمه علشان أنا أشبك على كمبيوتري أي مكان كنت، بس لطالما كمبيوترك في البيت شابك على النت وتليفونك شابك على النت تقدر تدخل على كمبيوترك. على سبيل المثال الحين أنا راح أدخل على كمبيوتري من ريموت ديسكتوب، كمبيوتري أنا شابك عليه أوريدي، فاللهم بس راح اسوي له كونكت. يبي كلمه سريه ما راح اراويكم اياها، خذ بس الكلمه السريه على السريع الحين كونكتينج. الحين شبك على كمبيوتري، هذا كمبيوتري مثل ما انتم شايفين، هذا الماوس وهني هذا وجهي. وإذا بحط كلمة سرية أضغط على الكيبورد هنا يبطل لي، راح أحط كلمة سرية مرة ثانية ما تشوفون. أوكا هذا كمبيوتري الحين، أضغط على المنيو. طبعا كنت قاعد طالع برنامج، خل ننزل هذا، أنا كنت داش على الإكسبلورر، خل نكمل. أنا قاعد أسوي مينيمايز حق كل شيء عشان تشوفون الديسكتوب مال الكمبيوتر. مثل ما تشوفون كمبيوتري الأساسي اللي أنا استخدمه منزل عليه الفيرجن مال الديفلوبر فيرجن مال الويندوز 10 لحين. قاعد خلنا نسوي أوتو روتيت علشان أقلب الشاشة ونشوفها بالكامل. وهذا كمبيوتري، أشبك على كمبيوتري من الريموت ديسكتوب مال كروم. وايد وايد حلو البرنامج، اللهم بس انك انت تسوي لك ساين ان بالكروم وخلاص تقدر تستخدم كمبيوترك اي مكان انت كنت. وبعدين عندنا هني سيتنجز شزام، اذا في مثلا رنه او اغنيه تبي تعرف شنو ايه هي تقدر تستخدم شزام يسمع. شيتس هو الاكسل شيتس مالوتك، السلايدز هو الباوربوينت، سناب شات تكلمنا عنه، السبيد تيست هذا عشان اشوف السبيد تيست اذا الانترنت سريع او بطيء، الاستديو تكلمنا عنه، التاسك مانجر هذا انا استخدمه عشان اسوي كلير حق الذاكره العشوائيه. مثل ما انتم شايفين الحين الذاكره العشوائيه وايد وايد عليها دوس، فمن اسوي له كلير يمسح او يسكر البرامج معينة إذا أنا محتاجها. طبعا هذه الدعاية تقدر أنت تشيلها، بس إذا تبي تسوي دعم حق المطور اللي مسوي البرنامج تقدر تخليها شغالة كابس خراويكم. شو آدز تقدر تسويها أوف، ومن تسكر البرنامج وترجع لها مرة ثانية راح نشوف أن البرنامج خلاص صار ما في دعايات تحت. بس حرام يعني الريال أوريدي مسوي لنا برنامج ببلاش، أنا أحب أدعم المطورين. شو آدز الحين راح يطلع له مرة ثانية لما يدش عليه مرة ثانية. بس انت من تسوي كلير مثل ما انتم شايفين يوقف تقريبا النظام بالكامل ويرد مرة ثانية يسوي ستارت اب حق الشغلات اللي انت كنت اصلا قاعد تخليها تشتغل بالباك جراوند بدون لا انت تدري عنها. عقب التاسك مانجر عندنا الترانزليت، تويتر، فايبر، منو ما يعرف فايبر، واتساب، اكس دي ديفلوبرز، يوتيوب، زج يعطيك موقع، يعطيك رنات، يعطيك خلفيات، وايد وايد حلو انصح فيه. وبعدين عندنا سوبر ويدجت.
زوبر ويجت وما أدراك ما زوبر ويجت. هذا هو البرنامج اللي أنا استخدمه علشان أسوي الرزنامة الطيبة العموم مستانس عليها. هذه هي الرزنامة اللي أنا مسويها. طبعا وايد شغلات عندك أوبشنز هنا تقدر تسويها علشان تغير الرزنامة بطريقة اللي أنت تبيها. أنا عن نفسي اشتغلت عليها مدة طويلة علشان أخليها تطلع بهذا الشكل. هي ويجت بالنهاية، فأنت تقدر تحط لك ويجت. يعني إذا بطلع لكم زوبر ويجت واحد ثاني عشان أرويكم شلون البرنامج يشتغل، خلينا نقول نحط هذا، نحط على صفحة جديدة هنا. من أضغط عليه أقدر أطق بوليتن، يعطيني الشغلات اللي هي موجودة already by default. مثل ما أنتم شايفين هذا الكالندر اللي أنا استخدمها، بس أنا مغير الخطوط ومغير الديتيلز اللي تعطيني إياه. نقدر نحط شيء ثاني، مثلا على سبيل المثال الشغلات اللي هم حاطينها يعني طبعا حلوة. خلينا نشوف، خلينا نختار. فمثل ما أنتم شايفين في وايد شغلات حلوة صراحة. لو نختار هذا ما أدري شنو هو، بس خلينا نختاره نجرب. راح تلقون لك على طول يطلع لك إياه. طبعا أنا محتاجه، فراح أسوي ريموف صفحة بروحها راحت، ورد مرة ثانية حق الهوم سكرين مالتي. يعني ما أحب أترس تليفوني برامج ما أحتاجها. تلقى أن أغلب البرامج اللي أنا أصلا أحطها على التليفون. فإذا بتكلم عن شنو الشغلات اللي تغيرت بالنظام التشغيلي مال التليفون، خلينا نتكلم أول شيء عن الشغلات اللي نستخدمها كل يوم، مثل النوتيفيكيشنز. لما يجي نسحب من فوق، الحين طبعا تليفوني وايد متروس نوتيفيكيشنز، اذا بنسحب من فوق راح تشوف نوتيفيكيشنز على طول. بس من الشغلات اللي انت تبي تشوفها اول شيء بدون لا تسحب من فوق على طول او تسحب مره ثانيه، اول ما تسوي سلايس بول مره ثانيه راح تلقى الانيميشن الحلو اللي صار الحين موجود فوق. لاحظ فوق 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 شلون قاعد يتغير، يعطيك انفورميشن مثل البطاريه او السيتنجز واليوزر من اللي قاعد يستخدم التليفون، ويعطيك شغلات انت تقدر تغيرها، اوتو روتيشن، يعطيك الفلاش لايت، يعطيك اللوكيشن، السكرين كاست تستخدم على طول هذا مع الكروم كاست مثل ما قلت لكم من ساعه، بلوتوث، الواي فاي والكونكشن اللي انت شابك عليها مثل ما انتم شايفين LTE. شنو بعد؟ ومن تسحب انت تطق على السيتنجز يدخل لك على السيتنجز. مثل ما انتم شايفين السيتنجز وايد تغير الحين. اندرويد لوليبوب هونوا وما قاموا يستخدمون الاسود اللي قبل كان موجود. النظام كان كله تشغيلي اسود باسود. وهني عندنا مثل ما انتم شايفين اندرويد 5.0.1 هو اخر اصدار نزل حق اللوليبوب. وتقدر انت تطلع الايستر ايج على قولتهم. وايد وايد صعبه هذه. زين، واحد حدي واحد، عمري ما تجاوزت رقم واحد. هذا واحد رقم قياسي جديد، بغينا نقول رقم قياسي جديد، هذا ما في واحد. المهم، فهذا هو اصدار اندرويد لوليبوب من ناحيه الشكل اللي تغير فيه. من ناحيه الشغلات اللي انت ممكن تستخدمها كبراكتيكاليتي، شغلات اللي انت تقدر تسويها ما كنت تقدر تسويها قبل الحين ممكن احنا نسويها، ان انت الحين تقدر تستخدم الشغلات الموجوده فوق بالضغط عليها. يعني ضغطت انا على الساعه، يعني ضغطت انت مثلا على الساعه يدش على طول حق الالارم كلوك على طول من فوق. اذا ضغطت مثلا على شو اسمه على الاونرز يعطيك الجست مود، تقدر تضيف جست علشان اذا هو بيستخدم تليفونك، ويعطيك مور سيتنجز. اذا دشيت حق المور سيتنجز تقدر تختار من الاونر، تقدر تعدل من الاونر، تقدر تغير البروفايل بيكتشر من اليوزرز، تقدر تغير وايد شغلات حلوه ما قبل كنت تقدر تصيدها الا اذا انت دخلت السيتنجز. واحده من الشغلات بعد اللي غيروها باندرويد لوليبوب طبعا صار ان التليفون كله الران تايم ماله هو ART. قبل كانوا هم يعطونك الاوبشن اذا تبي على دالفيك او ART، بس الحين صار باي ديفولت على ART. يبطلك البرامج وايد وايد اسرع. بس معلومه للجميع، النكسس 6 مع الاندرويد لوليبوب لما نزلوا عليه هم خلوه فيه يكون سكيورتي اكثر. فاذا انت تبي تسوي ديسيبل حق السكيورتي لازم تسوي له روت. اذا سويت له روت وسويت ديسيبل حق السكيورتي، التليفون راح يصير طياره وايد، راح يتغير سرعته والاداء راح يفرق عليك. بس بالمقابل راح يصير برون حق المالوير اللي اندرويد مشهوره فيه. وايد برامج موجوده بالجوجل بلاي ستور كانت جوجل ما كانت جوجل، يعني على قولتهم في وايد برامج لها مالوير موجوده بجوجل بلاي ستور، بس جوجل ما كانت تتابعهم اول باول انهم تشيلهم. فبالمقابل راح تلقى انه ممكن تنزل مالويرز على تليفونك، فهم حطوا لك الحين انكربشن بروتكشن زياده حق التليفون، بس بالمقابل بطئ الاداء بالتليفون. فيمكن انت ما تحس فيها،
بس انا لما سويت روت وشلت هالشغله وايد وايد فرق معي التليفون. بس بالمقابل مره ثانيه رديت سويت فلاش الايمج القديم عشان ينزل عليه الاو تي اي الجديد. ومن نزلت الاو تي اي الجديد الصراحه ما سويت عليه روت او شيء. من اذا نرجع حق الشاشه، طبعا واحده من الشغلات اللي انا استانس عليها قبل كانت الافكتس، ان انت لما تسوي لوك حق الشاشه انه تتذكر كانها تلفزيون قديم. الحين هم غيروها صارت ان تسوي فيدن، بس لو تلاحظون ان قاعد تسويها فيدن مع ان الالوان تروح يصير ابيض واسود. من الهوم سكرين تقدر انت الحين تسوي سلايد على تشوف النوتيفيكيشنز مالوتك وتضغط على واحده من النوتيفيكيشنز. على سبيل المثال واصلني مسج، من تضغط عليها راح يدش للبرنامج بالضبط علشان يراويني شنو المسج اللي هو واصلني. اذا برجع مره ثانيه حق اللوك سكرين، من اضغط على اللوك سكرين مره ثانيه اذا سويت سلايد لفوق يبطل لي التليفون ويسوي لي مود اسمس، بس يخلي لي النوتيفيكيشنز فوق. اذا سويت لوك مره ثانيه، اذا سحبت من على اليسار لا تلاحظ راح يفتح لك على التليفون. واذا انا جيت سويت لوك مره ثانيه، واذا سحبت من اليمين صوب الكاميرا راح تلقى ان التليفون يفتح لك على طول على الكاميرا. وخلنا نشغل الكاميرا الاماميه، من زمان ما سوينا هالحركه. الحين قاعد تشوفون، تبون تشوفون روحكم كا كاميرا اللي قاعد تصور كاميرا قاعد تصور كاميرا ما نخلص. فهذه هي الميزة اللي موجودة من اللوك سكرين اللي الواحد يقدر يغيرها أو يسويها. إذا بتسوي دسمس حق كل النوتيفيكيشنز اللي وصلت لك بنفس الوقت، طبعا ردوا مرة ثانية هذه الحركة، تقدر تضغطها وكلهم يروحون. انا قاعد اسوي داونلود حق شغلات من بوكيت، بس الحين وقفتها علشان يرد. الانيميشن مثل ما انتم شايفين وايد وايد تسنع، يعني صار ان النظام كل شيء يطلع لك من مكان، مو نفس قبل انه يصير فيدن من مكان معين. لما تسوي سلايد لفوق للحين موجوده انك انت تقدر تدخل على جوجل ناو، طبعا يحسسونك ان انت لازم تستخدم جوجل بكل طريقه. تقدر تسوي سلايد لفوق عشان تستخدم جوجل ناو، تقدر تسحب لليسار تدش جوجل، وتقدر تضغط فوق هنا على جوجل عشان تدخل جوجل. ف كل مكان من كل مكان تدخل على جوجل. طبعا المالتي تاسكينج مال الاندرويد وايد هم تسنع، تقدر الحين تضغط هنا وتدش وتشوف البرامج اللي انت مشغلها كلها، واللي ما تبي تقدر انت تسكره. على سبيل المثال كاميرا سكرناها، الفون سكرناه، وانت اللي ماشي تقدر تشوف كل شيء هنا وتسكره. وعندك طبعا السكرين كابتشر تقدر تسويها لما تضغط على اللوك بوتن مع الفوليوم داون بنفس الوقت، سوى سكرين كابتشر. لو بسحبها من فوق اقدر اشوف السكرين كابتشر كاحي موجوده بصبعين، هذه هي. لو بفتحها عشان ابي امسحها مسحت بكل بساطه. اندرويد طول عمره بسيط، انا احس انه هو وايد بسيط. ناس وايد تقول لي ان اي او اس ابسط منه، بس انا استانس على الاندرويد وايد اكثر. وسلامتكم، هذه هي يعني نظره سريعه على قولتهم حق الاندرويد خام. الاندرويد لوليبوب وايد تسنع، هم سووا كوزمتكس طبعا وايد وايد حلوه، وخلوا مثل ما قلت لكم صار رن ماله على ART، صار يبطل البرامج وايد وايد أسرع. إذا تبي تشوف الأنيميشنز على بطيء خلينا نشوف. ندخل مرة ثانية المنيو، روح Settings، روح Developer Options. عشان تطلع Developer Options تدخل About Phone، تروح حق Build Number وتضغط عليها. الحين قاعد يقول لي No need you are already developer، already احنا طلعنا. إذا دخلت Developer Options دير بالك من شغلات اللي تسويها هنا. إذا أنت ما تدري ايش قاعد تسوي لا تدخل هنا نهائيا، ما أنصح. بس هنا أنا بغير شغلة عشان تشوفون الأنيميشن على البطيء. الأنيميشن سكيل بخليه ضرب 5 عشان يتبطأ. نشوف الحين لو أضغط هوم شوف شلون صار التليفون وايد أبطأ، بس بالمقابل الأنيميشن صار سموث. يعني خلينا ندخل كروم، طيب شلون على ما يتبطل كروم. لو تبي تدخل المالتي تاسك شلون صار وايد ابطأ، يعطيك ترانزيشنز عشان انت تشوف كل حبة شنو انت قاعد تسوي. فانا الحين ابي ارجع مثل ما كان طبيعي. developer options كان هو محطوط على animation scale، رد على 1 هني نحط على 1 وبس، ورد التليفون الحين طبيعي مثل ما انتم شايفين، رد سريع والحياة الحين حلوة ما كلها العافية. فهذه الشغلات اللي يعني هم قاموا يسوونها وبس. هذا نظام اندرويد لوليبوب، نظرنا عليه بنظرة سريعة وشفنا برامج اللي انا احب استخدمها. على قولتهم شنو اون ماي تك، شنو برامج اللي انا احب استخدمها اكثر شيء. في وايد برامج ثانية طبعا موجودة بالبلاي ستور تقدرون تنزلونها.
اذا في عندكم برامج انتم حلوه ودكم تسوونها شير مع العموم كتبوها بالكومنت سكشن ليش لا، وعندكم سؤال ما تكلمت عنه بالفيديو هم كتبوا لي اياه بالكومنت سكشن او بتويتر او بانستغرام ان شاء الله راح ارد عليكم. وبس الفيديو طولت على ما نزلت لكم اياه، سامحوني كان عندي وايد شغل وحبيت ان انا انزل لكم اياه واعطيكم الوقت الكافي ان انا اصور ونتكلم عليه عن النظام بالتفصيل الممل على قولتهم. فانطباعي عن النكسس 6 عقب فتره، تليفون للحين وايد حلو، تليفون للحين وايد جبار، وايد وايد مستانس عليه. ما ظنيت راح اغيره لمده طويله، بس انطر تليفونات جديده تنزل عشان واحد يجربها. فبالمقابل تليفون وايد انا مستانس عليه، ما ظنيت راح اغيره اني تايم سون. فيعطيكم الصحه والعافيه، اذا الفيديو ياز لكم ما يبيله اعطوا لايك، واذا ما سويتوا سبسكرايب هم سووا له سبسكرايب، وسلامتكم تعيشون. قواكم الله، احمد وعركي، سامحونا على القصور، فما الله الكريم.